من ضياهم إخاء إن أمر الناس شورى فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فأيها الإخوة المشاهدون والمتابعون لقناة التناصح، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة المباشرة من برنامج مع دار الإفتاء، حيث ألتقي بكم على الهواء مباشرة لنتلقى اتصالاتكم واستفساراتكم بإذن الله، وذلك بتواصلكم معنا عبر أرقام البرنامج الظاهرة على الشاشة 021-36-0101 و 021-36-0103، أيضا الرقم 021-36-0102 عفوا. وأيضا يمكنكم التواصل على رقمين للفايبر 0218-94-466-56-80 و 0218-94-466-56-81. فعلى الله توكلنا وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بداية نبتدي بما ورد عبر صفحة البرنامج من الأسئلة. سؤال يقول فيه صاحبه: ما حكم من تزوج زواج مدني بنصرانية ولم تشهر إسلامها، وولد معها أو ولد معها ولد، هل يرث؟ قال إذا كان الجواب لا يرث فالمرجو التوضيح. أقول بالله تعالى التوفيق، حكم يعني الكلمة الزواج المدني بنصرانية، يعني هو زواج لم يوثق، وبنصرانية إذا كانت هي فعلا نصرانية واكتملت سائر شروط الزواج فمعد صحيحا، زواج صحيح، وينسب له الولد شرعا، ويلزمه يعني إثبات هذا يعني هذا الزواج بالوثائق الرسمية طبقا للمعمول به شرعا وقانونا. لكن هذا حيث كان يعني المرأة فعلا نصرانية على دين النصارى، الأم يعني ليس لها نقول إلحاد أو إنكار للمولى عز وجل من أصلها، وإنكار للرسالات السماوية، وهذا يكثر للأسف في البلاد الأوروبية وغيرها من البلدان، يعني ضعفت النصرانية وتخلى أهل النصارى عن دينهم واتبعوا يعني الإلحاد، واتبعوا يعني أديان غير سماوية، أو ربما لا يتبعون دينا، بعض الناس هو يقول لك لا يتبع دينا أصلا. فهذا إذا كان بالأصل هو نصراني فالآن هو لا يعتبر نصراني، ولا يحل الزواج بها من أصله، وعليه إذا كان الأمر كذلك فيلزمه فراقها ويحرم عليه استمرار معها، وبأن هذا يعني زواج باطل والله أعلم. لكن إذا كان فعلا هي نصرانية ويعني ويلزمه فقلنا إثبات الإجراءات. لكن هو إن كان سؤال السائل يعني سؤال السائل كان عن الميراث، يجيب إن شاء الله بعد هذا الاتصال. معنا الأخ عبد الرحمن عبر الفايبر، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك أخ عبد الرحمن، مرحبا بك. نعم، نعم إن شاء الله يجيب. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. إذا هذا الولد إذا ظهر أنه ينسب له لأبيه شرعا ويحكم له بدين الإسلام، لأن الدين للأب يتبع الأب الولد يعني أباه في الديانة، فديانته الإسلام يعتبر مسلم، فيرث من أبيه، هذا الظاهر والله أعلم. هو قال إذا كان الجواب لا يرث المرجو التوضيح، الظاهر أن الميراث لثبوت النسب إما بصحة النكاح أو للشبهة والله أعلم. معنا متصل الأخ حسين من عجلات، أهلا وسهلا بك. مرحبتين بك. أهلا وسهلا أخ حسين، تفضل. الله يبارك فيك. بالله بنسألك الشيخ لو سمحت. أيوة. أنا عندي والدتي متوفية، فأنا نعم
وعندي صغار اخوي وصغار اختي. ما يبوش يديروا معي فريضه يتهربوا من الواقع، عرفت كيف؟ نعم ايوه. شنو الحكم فيها قصدي؟ يعني ما يبوش يقسموا. احنا نبوا نديروا فريضه باش الفريضه هذه كل واحد يبين له حقه، فهمت كيف؟ نعم ايوه. وين نكلم فيهم ما يبوش يكلموا، هو يتهربوا كل واحد يقول في كلامك، واحد يقول انا ما نقدرش، وواحد يقول انا واخوتي مش متفقين، وواحد يقول لا هي معلش هو الاخ والاخت موجودين ولا لا؟ اختك متوفين الاخ والاخت. قبل الام هم ولا بعد؟ لا بعد الام. توفاتهم بعد الام. وما ليهمش ولي؟ اكيد ليهم ولي ووصي عليهم مثلا، ولي كذا صغار اخوك مثلا. كل واحد عند صغار اخوي ابوهم وامهم متوفين، وصغار اختي ابوهم وامهم متوفين، فما وين كان فيه وانا بعث لهم وكان اقول لهم يدوروا فريضه يتهربوا من الواقع، ما يبوش يعني يديروا معي اجراءات باش نديروا فريضه شرعيه يعني، باش كل واحد ياخذ نصيبه. نعم اجيبك ان شاء الله واعلق على سؤالك باذن الله. إذا معنى سؤال كان الأخ عبد الرحمن سؤاله عن مسألة العقيقة، هل هي كأحكام الأضحية؟ قلنا نعم هي كأحكام الأضحية في شروطها وما يتعلق بها من الأحكام، فمن شروطها مثلا أن تكون ذات سن معينة، في الضأن ما بلغ سنة، وفي المعز ما أوفى السنة، ودخل في الثانية وتجاوزها يعني دخل في السنة الثانية دخولا بينا، تجاوز الشهر فيها وكذا على المشهور يعني في المذهب. فإذا هي يشترط فيها شروط الأضحية، كذلك السلامة من العيوب، مثلا لا تصح مثلا العرجاء ولا العمياء ولا العوراء ولا يعني فاقدة رجل أو عضو من أعضائها، مقطوعة الأذن ونحو ذلك، فهذه يعني ما لا يصح في الضحايا لا يصح أن يجعل عقيقة، لأن كل منهما يعني نسك لله عز وجل، يذبحه الإنسان نسك لله. أيضا من الأحكام المشتركة بينهما تحريم بيع العقيقة بعد يعني بعد ذبحها، إذا عق الإنسان لمولود الله فالعقيقة وجميع أجزائها لا يجوز له بيع شيء منها، لا يجوز له أن يبيع حتى الجلد مثلا أو الأكارع أو الرأس أو الحشاء أو غير ذلك يعني، أو شيء من لحمها لا يجوز له، بل أيضا المستحب فيها كما يستحب في الأضحية الجمع بين الأكل والأكل منها هو وأهل بيته، وأيضا يطعم منها ويهدي منها للجيران والأقارب مثلا، ويتصدق منها على الفقراء والمحتاجين، ويجمع بين الأفضل أن يجمع بين هذه الأمور دون تحديد، لا يحدد له مثلا بالثلث أو أكثر ولا أقل، وإنما ما بحسب ما يتيسر له من الحال، ويعني ما تطيب به نفسه من الصدقة والإهداء، أيضا مما أن يطعمه هو وأهله، وعلى كل أنه أكل هو وأهله كلها فمن مجزئة كما في الأضحية. فالأضحية والعقيقة يعني تشاركان في هذه الأحكام، لا يلزمه التصدق بجميعها. بعض الناس يقول لك أنا متصدق بها كلها، ذبحت العقيقة ويريد أن تصدق بها كلها ولمن يعطيها وكذا، هو لا يلزمه، لو يعني لو تصدق بها يعني له أجره عند المولى عز وجل، وإن كان الأولى به أن يأكل منها ويطعم منها أهل بيتها يعني، وما يكونش أهل البيت تذبح لهم يعني تذبح أمام العقيقة ثم لا يأكلون منها شيئا، لولا أن يترك لهم ولو يعني كتفها ونحو ذلك، فليكون هو الأفضل، لأنه جمع حيث يجمع بين طعام أهل بيته وتصدق بها، وأيضا مثلا الإهداء منها يهدي منها للجيران والأقارب على ما هو معتاد. فإذا هي مثلها مثل الأضحية في هذه الأمور في شروطها، حيث السن أو كذلك مواصفات من العيوب التي لا تجزي في الأضحية لا تجزي في العقيقة، أيضا في مسألة يعني كيفية التصرف فيها والإهداء بها، أيضا مسألة الوقت مما تشترك فيه أحكام يعني العقيقة مع الأضحية، أن الاشتراك يعني في وقت الذبح، فالعقيقة أيضا لا تذبح عندنا إلا نهارا يعني من طلوع الشمس إلى
إلى غروب إلى غروبها، الوقت ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، لا تذبح قبل طلوع الشمس ولا تذبح ليلا بعد المغرب مثلا وبعد العشاء لا تذبح، وإنما تذبح نهارا يعني كالأضاحي. أيضا غير أن العقيقة طبعا تتعلق باليوم السابع من المولود، فيعاق عنه يوم سابعه كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي إذن يحسب له اليوم السابع على ما هو يعني معروف عندنا في المذهب بإسقاط يوم الولادة. طبعا إذا ولد نهارا يسقط يوم الولادة ويحسب الأيام الأخرى، مثلا ما ولد له نهار الجمعة فبالحسبة يكون السابع يوم الجمعة، ومن ولد له يوم السبت يكون أسبوعه يوم السبت، وهكذا هو سمي اليوم من الأسبوع الثاني، وهكذا هذا إذا كانت الولادة ما بعد الفجر فيحسب يعني اليوم التالي، ولا يحسب عندنا هذا اليوم. معنا الأخ ميلاد من سبها المتصل، أهلا وسهلا بك. السلام عليكم شيخ علي. وعليكم السلام ورحمة الله. السؤال يا شيخ علي. نعم. شخص دخل المسجد ووجد الشيخ يعطي في درس، هل يصلي ركعتين أم يجلس يعني نظير الدرس يعني؟ والسؤال نعم. الثاني يا شيخ علي، ما مدى صحة قصة الإمام أبو حنيفة والخباز عندما سافر الإمام أبو حنيفة ووجد الخباز يذكر الله، فسأل الإمام أبو حنيفة الخباز فقال له أنت تذكر الله كثيرا؟ قال أذكر الله كثيرا، سمعت أن الشخص لم يذكر الله كثيرا يعني يستجاب له الدعوة، فقال له كل الدعوات استوجبت لي يعني، عاد دعوة واحدة وهي رؤية الإمام أبي حنيفة، فقال له الإمام ها هو بين يديك. ما مدى صحة هذه القصة يا شيخ علي؟ نعم، خير نعلق إن شاء الله على سؤاليك أخي ميلاد، بارك الله فيك على تواصلك معنا. إذن نرجع إلى سؤال أخي ميلاد، مسألة العقيقة إذن قلنا أن تذبح اليوم السابع لا في غيره، لعل مما تفترق فيه العقيقة عن الأضحية في مسألة الحكم عندنا، الأضحية عندنا أوكد من العقيقة، الأضحية أوكد من العقيقة، بمعنى أن يعني الأضحية نص علماء على أنها سنة مؤكدة يطالب بها من قادر عليها، والأولى به فعلها، ويجوز التظاهر بتركها، ويعني اتفاق الناس على تركها لا يجوز مثل هذا، لكن في الحقيقة هي مندوبة ندب فقط، فهي أخف وأقل درجة يعني من الأضحية أيضا، وإن كان يعني من حيث التعلق بكل منهما لا يتعلق كل منهما إلا بالقادر عليها، فالعقيقة من لا يقدر عليها فلا يعني لا يلزمه ولا يعني أيضا يسقط العاجز عنها، يسقط الندب في حقه فلا يعني يؤمر بها ولا يطالب بها لأنه غير قادر عليها. بعض الناس ربما يتسلف يعني يحمل نفسه كاهل الدين ويحمل على كاهله الدين يعني ويتحمل أعباءها، فهو أمر مندوب إن إذا تيسر له فبها، وإلا فلا إثم عليه ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى. أيضا معنا الأخت المتصلة أم محمد من بني وليد، أهلا وسهلا بك. اتصلت الجمعة اللي فاتت وما حصلتش إجابة لسؤالي. خير إن شاء الله. اليوم في الرواتب باهي نبي نسأل على الراتب بعد الظهر، معناها هي الظهر 4 ركعات وبعد الظهر 4 أو 2، هذا أول سؤال. أي 4 يعني بعد الظهر 4 ركعات أو 2 فقط. اللي هون نصلي في قيام الليل. نعم. الوقت اللي هون ديما نصلي قبل الساعة، نصلي وندعي بعد الفجر.
نعم. وفي يقول لك لا لانني عادي. لا معلش، سؤالك الثاني ايش؟ ما فهمت سؤالك الثاني. ايوه قلت لك سؤالي الثاني اليوم ده قيام الليل افضل وقت، يعني نوض مثلا ندير قبل الفجر بساعه بالضبط، نقعد نصلي لغايه ما يدنا الفجر، وبعدين نصلي الفجر وما ونرقد، معناها ما نقعدش الحق بعد السنة. نعم. لكن هل افضل وقت اللي هي الساعه اللي قبل الفجر، ولا النوض حتى في الليل مثلا النوض الساعه 3 نصلي ركعتين او اربعه ونزيد نرقد، ونوض نصلي مثلا ركعتين ثانيات ونرقد عادي ولا نعم. لا؟ نعم هو نعم افضل وقت ما قبل الفجر، نعم الساعه اللي قبل الفجر ونصلي ايه في 10 نعم. ركعات ولا ونتر. نعم ايوه نعم هو هذا. ومسألة الرواتب ذكرتيها، تصلى أربع بعد الظهر أربعا، وأعلق إن شاء الله لو تابعتي معنا الحلقة إن شاء الله وأعلق على سؤالك بإذن الله. معنا الأخ علي من بنغازي، أهلا وسهلا بك. أخ علي أهلا وسهلا، لو تسمعني أخ علي تفضل، أنت معنا على الهواء. قطع الاتصال. إذا نرجع إلى ما كنا فيه، مسألة يعني الحقيقة أنه لا يطالب بها إلا من قدر عليها، لا تسقط في يعني في حق العاجز عنها، تسقط عنه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبالأخص أن هي يعني من نوافل الخير، سواء العقيقة أو الأضحية، من يعني مما شرع لنا زيادة في الأجر والفضل، لا فلا يعني ولا يجب أي منهما. أيضا مما لعل يسأل الناس عنه مسألة العقيقة، هي مسألة لو يعني لو أهدي له مثلا شاه، هل يجوز له أن يعق بها ويجعلها عقيقة ولا لا؟ يعني شخص مثلا ربما من أخوال المولود مثلا، أو من أعمامه، أو من أهل بيته، أو من أصدقاء، يهدي له يعني شاة، فهل تجزي له يعني عقيقة ولا؟ نعم هي تجزي أضحية، تجزي عفوا عقيقة، لأنها من يعني هو تملكها حتى لو أهديت إليه أو تصدق بها عليه، فقد تملكها الوالد يعني، فله أن يعق بها عن ولده ويجزي ولا بأس. كذلك لو معنا اتصال لعله مع المتصل، تفضل المسألة. الأخت ندى أهلا وسهلا بك، أخت ندى من جنزور، تفضلي أختي ندى لو تسمعين من الهاتف، وأهلا وسهلا بك. نعم أيوة تفضلي. تفضلي معي الهاتف بس خير إن شاء الله. تفضلي أنت على الهواء الآن، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ألو. نعم نحن في الاستماع أختي ندى، تفضلي. أنت على الهواء، تفضلي. نتكلم أنا معي الشيخ على الهواء. نعم أنت على الهواء الآن، تفضلي. شيخ أنا عندي عقار بسيط ما هي. عقار. ألو. أيوة. إيه عندي عقار ولازم تقول المذكورين يعني يورد كلالة، يعني ما عنديش صغار لا أولاد ولا بنات. أيوة. وما عنديش نفس الوقت يعني أخوت أشقاء، والوالد متوفي والأم بالتعبة. نعم. إيه نبي نعرف يعني نقدر نجيب فيه وصية لحد يعني يتيم محتاج، باعتباره ما عنديش يعني ثمن، يعني جوز إنه نجيب فيه وصية لشخص. يعني أنت العقار هذا ما تملكيش غيرها؟ لا ما نملكش غيرها. نعم ان شاء الله. كثيره زي ما تقول صدقه لجهه معينه او شخص معين يتيم محتاج مثلا، وعندي ورثه يعني عندي اخوت من الام واخوت من الاب وام، بس هذا الورثه الموجودين. نعم واضح سؤالك ان شاء الله. واعلق عليه باذن الله. معنا الاخ علي من بنغازي، اهلا وسهلا بك، عاد بعد انقطع عنه الاتصال، تفضل اخي علي. نعم تفضل أنت على الهواء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ الجواني. نعم. تفضل يا اخي علي، لو كان عندك سؤال تفضل. يا شيخ انا عندي شيء شكر بني ابراهيم. ايش عندك؟ جامعيه يا شيخ. ايه عندك ايش؟ عندي شكر ايه بني ابراهيم. وعندي اخوي توفى رحمه الله عليه. عندي اخي توفى. نعم. عندي أخوة أرضك سوف يكون سؤالي سؤالك. يعني أنت عندك شقة بروحك وأخوك توفي؟ أختي جلدة في أرمولة. نعم وأختك إيش؟ قالتي أنت ما لك بيدي أنا بني أبوهي أنا بني أبوهي وحكي مدينة عن بي الله هل أخلي أنظر بيها ولا لا؟ سؤالك يعني أنت على أي شيء يعني على نعم لو توضح سؤالك الأخير. أيوة تو شكرا أصبحت مشي جوزة أخي مشي جوزة أخي عندي حوشي نفضل خير إن شاء الله نعلق على سؤالك بإذن الله خالي. إذا ذكرت شيء من أحكام الأضحية، بقي عندي فقرة في مسألة العقيقة. قلنا مسألة لو أهديت له فتجزئ عنه، كذلك لو عق عنه عن الصبي مثلا وعن المولود جده مثلا لأب الأب أو أب الأم وكذا فيجزي علمائنا، لأن كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن الحسن والحسين وهما ابن ابنته فاطمة رضي الله عنها، فيجزي يعني لو عق عنه الغير نيابة عنه فتجزيه بإذن الله، وإن كان يعني ملك الشاة تبقى لصاحبها، تبقى للمالك الأصلي الجد وهو الجد هذا أو ذاك، فله التصرف فيها طبعا بغير البيع والله أعلم. معنا أم البنين، معنا أخت أم البنين. السلام عليكم يا شيخ، نفع الله بكم، جمعتكم مباركة إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله، وسهلا بك أختي، تفضلي. نفع بكم الله الأمة. اللهم آمين، بارك الله فيك. تفضل. اللهم امين. نسألك سؤال يا شيخ، تو مثلا واحد يجد عنده حساب في المصرف ان هو مرتب، انت عارف قصه المرتبات، عارف كيف؟ ايوه. يعني قصدي مش كل مره نسحبه، فمرات يجي المبلغ يسد النصاب نتاع الزكاه، هل يجوز الزكاه عليه هو مش مدسوس يعني في المصرف، عارف كيف؟ يعني مش دارسين نحن، ولكن نظرا لظروف السيوله ما نسحبوش ديما. فهل بنعرف انا هل تجوز عليه الزكاه ما تجوزش؟ يا ريت تنفعنا بالإجابة على السؤال هذا. يعني هو اللي فهمته عندك يعني مرتب في المصرف ولا يمكن لا يمكن السحب منه إلا القليل على ما لقلة السيولة يعني. أيوه. هو لكن يمكن إخراجها مثلا اللي على هيئة مثلا صكوك مصدقة ونحو ذلك ولا لا؟ ما نستخدمش فيه صكوك مصدقة، نطلع في فلوس بس مرتب هيك بتصرفوني، لكن صكوك مصدقة نعم. حاجة هيك ما فيش يعني. نعم تمام. هل يجوز فيه الزكاه لما يطلق النصاب ولا لا؟ ويا ريت تقول لنا كم النصاب زكاه المال يعني. نعم اجيبك ان شاء الله. الله يفتح عليك، بارك الله فيك. معنا الاخت. خير يا باشا، مبسوط. اهلا وسهلا بك، تفضلي. انا حارس، الله ربي يطول في عمرك، بارك الله فيك، ربي ينصركم وياخذ حقكم اللي ظلمتم. الله يا سميع العليم ربنا الشيء، انا ندعي على الصلح هذا اللي انت ودي الصلح المن والمن يا ليدي، صلح المن والمن هو صلح نفس احكام مع اننا في ما نقوله، لكن يا ليدي الصلح ظلم الظلمات، الصلح هذا صلح ظلم الظلمات، وين ترهونا؟ وين ترى بنغازي؟ وين الشباب بنغازي؟ وين الامهات الدايحات؟ عليك يلمونا مغاربنا لا شاركنا وندير الصلح
يلمونا من غرب انا شرب مدري صراحة بلغة دكنوني سادة منها دكنوني يا ولدي. والله راني مجي ليل ونهار معاكم من شيء بكم ربي ينصركم وربي ينصركم وياخذ حقكم وكل من ظلمكم. اسال الله العزيز القدير ان ياخذ الله حقكم جاه جميع العلم ربي الكريم وربي ينصركم والله يرجع عليك فيكم وجزاك خير المحكمة ولعل وصلت رسالتك بإذن الله. بارك الله فيك جزاك خير. وصلت الرسالة أختي أختنا مبسوطة. إذا نجيب على ما ورد من الأسئلة. سؤال الأخ حسين من العجلات لعلنا أو والدته توفيت قال وترك أخا وأختا نجيب إن شاء الله عليه بعد الفاصل. فنتوقف الآن إن شاء الله قليلا بعد الفاصل نعود إن شاء الله ونجيب عن أسئلتنا بإذن الله تعالى. نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شورى فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فعدنا أيها الإخوة المشاهدون والمتابعون لنكمل حلقتنا بإذن الله. أذكركم بأرقام البرنامج 021-36-0-101 و021-36-0-102 و021-36-0-103. أيضا رقمين للفايبر 0218-94-466-56-80 و0218-94-466-56-81. لعلنا قبل أن نجيب عن الأسئلة معنا الأخ سالم من البيضة عبر الاتصال. أهلا وسهلا بك. ألو مرحبا شيخ. مرحبا أخ سالم أهلا وسهلا بك. كيف حالك شيخ؟ بارك الله فيك تفضل. شيخ نحييك على هذا البرنامج. بارك الله فيك جزاك خير تفضل لو كان معك شيخ سؤال. أنا عندي والله طبعا قناتكم الموقر هذه بس ما عندي سؤال والله. أيوه. أنا والله في حاجة كدرتني الحق يعني صراحة. عرفتهم. ويا ريت أنت يا ريت أنت تنصحهم. عرفت الناس هذوما عرفت انا نقصد
والله يتاسف يعني سامحني يعني اللي هو عبد الله بن عبود مصلح اللي هو 444 ناشر المقطع لطلف من بنغازي والله والله يوجعني يعني حتى مصورينها في يعني والله للاسف يعني شو بدي احكي لك يعني بصوره محتشمه يعني نعم هي ايش هي محتشمه صورة سامحني والله يسمحوا لي يا عزيزي المشاهدين صورة عالية والله ضلينا بكيت عليها الله والله بكيت نعم. الله يصلح الله الحال ان شاء الله نعم هذا ظلم هذا من الظلم لا شك هذا من الظلم يعني والظلم من ظلمات يوم القيامه بارك الله فيك نعم بارك الله فيك جزاك خيرا اخ سالم بارك الله فيك وصلت رسالتك معنا المتصل الاخ محمد من صبرات اهلا وسهلا بك الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بك تحية طيبة شيخنا الفاضل تحية ليك ولكل اخوتنا في إذاعة الطناطة والله يبارك نعم. في الله يبارك في دار رفتان ونسأل الله أن يحليها على من يحاديها ونسأل الله أن يحفظ هذه القناة الطيبة بارك الله فيك وجزاك خيرا أخ محمد تفضل بارك الله فيك يا شيخنا موظف طبعا تقاعد وبعد سنة جاته المخصصات بتاع اللي يسموا فيه بتاع الإجازة فما طلعوا له مبلغ طلع على مبلغ مثلا 40,000 هل يزكي عليهم ولا ما يزكيش؟ استلم مبلغ 40,000 بعد التقاعد بعد التقاعد هذا يسموا فيه مستحقات اجازه يعني نعم وضع سؤالك ان شاء الله هو هذا يستقبل به ما يزكيش به الان يا اخي محمد وان شاء الله نعلق على سؤالك معنا متصل اخ عبد السلام اخ عبد السلام من مصرات اهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ معلش من أسألك سؤال لو سمحت أنا نصلي مقعد على الوطن أيوة هل يجوز الصلاة على الفراش على السفنج هذا ولا ما ألو تصلي أن تصلي على الفراش يعني فراش السفنج هذا العادي اللي ينضع عليه الناس أنت تسجد على الأرض ولا لا؟ مرات نشد ومرات ما نقدرش مرات نشد يعني لكن لما نلقى حاجه عاليه هيك توزيع الاسفنج ولا هي يبدا يخلي في السوق لما تلقى ايش؟ يعني كل ما تكون حاجه عاليه لان ما نقدرش نسوي واجد ما نقدرش نسوي واجد مرات نصلي على الركوع والسجود هيك يعني ما بعد اسهل من بعضهم وخلاص مرات نشد عند الوطاء نعم لكن كان الناس اللي عند الوطن يعني في الم في رجليه وايد. وسجودك على وسجودك تسجد على الاسفنج هذا على الفراش هذا يعني. عليه نجيبك ان شاء الله عن سؤالك باذن الله. اذا سؤال الاخ حسين من العجلات كان عن قال والدته توفيت وله أولاد لأخيه وأخته الذين توفيا أيضا بعد أمه قال وأنطلبهم بقسمة التركة فيتهربوا مني تهربوا من الواقع فما الحكم في ذلك هنا بعض الأخ حسين يعني معه أخوه وأخته هم من الورثة يعني هم من الورثة فيطالب إذا طالب حسين يعني أو غيره من الإخوة بالمقابل القسمة يجب على الغير أن يلبي يعني فإذا كان بعضهم صغار أو حسب ما قال هو أطفال أو كذا فهنا يمكن أن يقاسم معه قلوا يعني ولي أو وكيل عنهم وليهم ووصيهم الأيتام يعني يقسم لهم وليهم ووصيهم فتولى المقاسمة وإذا كانوا كبار يعني بالغين فأنا يلزمهم يعني أن يقتسموا ما هذه التركة ويجلسوا ويتفقوا على إما قسمة مرضاة أو يرجع الأمر فيه للقضاء فننصحه الأخ حسين بأن يعني أن يرجع مثلا إلى أن يكلمهم ويطالبهم عن طريق حتى الضغط الاجتماعي أو كذا فإن عجز عن كل السبل فله أن يتجه نحو القضاء والله أعلم الأخ ميلاد من سبها قال حكم من دخل المسجد ووجد قال الشيخ يدرس الدرس هل يصلي تحية المسجد نعم هو يصلي تحية المسجد فبيت الله أولى
بالتحية، وهذا يعني الأولى هو تقديم الصلاة على الدرس، فيصلي تحية المسجد إذا لم يكن الوقت وقت نهي مثلا بعد صلاة العصر أو كذا، فهذا لا، لكن غير ذلك فله أن يصلي تحية المسجد في زاوية حتى من المسجد، وإن زاوية ثم إذا أراد الاستماع للدرس فليحضر للدرس. قال أيضا ما سأل عن صحة قصة الإمام أبي حنيفة والخباز، والقصة لا علم لي بها حقيقة، هي تداول على صفحات الفيسبوك وغيرها، تروى عن الإمام أحمد بن حنبل، فالله أعلم لعلي يعني أجد فيها شيء فأجيب عنه إن شاء الله حلقة أخرى. الأخت أم محمد من بني وليد أجبتها اختصارا، قالت أصلي الرواتب، فكم الراتبة بعد الظهر؟ هل هي 4 و2 فقط؟ نعم، هو لعل الوارد في الحديث 12 ركعة، ركعتين بعد الظهر، لكن ما ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم 4 بعدها، يصلي قبل الظهر 4 وبعدها 4، وما زلت فهو خير لك، وهذه الراتبة يعني لو صليت 4 هي الأكمل ولا تم، وهذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. وحتى لو زدت على هذا العدد فإن العدد ليس يعني محصور، ليس المقصود يعني أن لا تصلى بعد الظهر إلا ركعتين أو إلا 4 فقط، لا، وإنما يفهم على أن أقلها ركعتان، والأفضل أظن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله أنه صلى 4، والله أعلم. سألت أيضا عن مسألة قيام الليل وصلاة الليل، أي وقت لها أفضل، هل تقوم؟ هي قالت أقوم قبل الفجر بساعة فأصلي من الركعات ما يتيسر وثم أصلي الشفع والوتر، فهذا نعم هو أفضله الثلث الأخير من الليل، أن يجزأ الليل 3 أقسام يعني من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، يقسم هذه الساعات على 3، فالجزء الأخير الثالث هذا أفضل مما قبله، وبالأخص يعني السدس الأخير من الليل، وورد فيه حديث يعني الثلث الأخير من الليل، الحديث المشهور المتواتر إن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، أو كما ورد في الحديث والله أعلم. فهنا يعني هذا فيه فضل عظيم لا شك. ذكر طريقة أخرى لو هي صلت بهذا الشكل فبها ونعمة، ذكر طريقة أخرى هل تطالب بأن تنام قليلا ثم تصحو وتصلي ثم تعود للنوم ثم تصحو ثانيا وهكذا، حتى هي أيضا وردت أيضا بعض الصحابة أن التي تنامون عنها خير، لكن لو فعلت حتى الطريقة الأولى يعني أدركت إن شاء الله فضيلة الوقت أو آخر الوقت والله أعلم، ويجزي هذا بإذن الله. سؤال الأخت ندى من جنزور، ذكرت أن لها عقارا وقالت لا ولا ولد لي ولا يرث إلا أمي، ولإخوة من الأم وأخوة من الأب، وتريد أن تتصدق بهذا العقار، فما الحكم؟ هو يعني سألتها أن هل هذا العقار تملك غيره، قالت لا، هو أولا لا ينبغي لك طرح مسألة يعني حرمان الوارثة، كان المقصد حرمان الوارث فهذا يعني لا يجوز. ثاني إذا أردت أن تتصدق بشيء تقفي وتجعل هذا المال يعني صدقة ووقفا أو صدقة جارية عليك فلا بأس، وهذا لا يمكن إلا بالخروج منه ودفعه والخروج منه في حال الحياة، في حال حياتك، لكن لا ينبغي أن يتصدق الإنسان بجميع ماله في حال حياته، لكن من حيث الوصية إذا وصيت به وصية فالوصية يعني لا تتجاوز الثلث إلا إذا أجازها الورثة، إذا كان هما بعد الوفاة يعني أجازوا فيمكن أن يجيزوا ولهم الأجر في ذلك حتى هما، لكن الأصل أن الوصية لا تتجاوز يعني الثلث. أما إذا تصدقت به في حال الحياة فهذه لابد أن تكون في يعني في حال الصحة، وأيضا يحاز عنك فيؤخذ ويستلم للجهة التي تصدقت بها إليها أو عليها وحبست عليها، فلا بد تخرج منها هذا العقار ويسلم لها وتسلمي فيه تسليم كامل وترفع يدك عنه رفعا كاملا، ليس لك فيه بعد ذلك دعوة ولا طلب ولا أي حق فيه بعد ذلك، لكن لا ينبغي للإنسان أن يعني أن يتصدق بجميع ماله ويترك نفسه
يعني معوزا محتاجا للغير. فطريقة الوصية لعلها هي الأصلح أن توصي بثلث، أو إذا رأيت أكثر من ذلك ولعل الورثة يجيزون فلا بأس إن شاء الله تعالى. سؤال أخت أم البنين، ذكرت أن لها مرتب قالت في المصرف في حسابها وينزل، وقالت ولم أستطع السحب منه إلا القليل، وهو قد تجمع وربما بلغ لي النصاب، فكم النصاب وكيف كيفية إخراج الزكاة منه، وهل تجب فيه زكاة ولا لا؟ قلنا نعم، هنا المبلغ هذا بالإمكان أن يتصرف فيه، يعني ولو ببعض الطرق، بأوجه من التصرف وبوجه من أوجه التصرف كالصكوك المصدقة وما شابه، فهذه يعني يمكن أن تتصرفي فيه، فبالتالي هو مملوك لك يمكنك التصرف فيه، فكونك أنت ما سحبتيش منه هذا يعتبر اكتناز. إذا بلغ المال النصاب فوجبت فيه الزكاة بعد بلوغه للنصاب، طبعا تستقبل به الحول بعد النصاب، فإذا حال عليه إذا حال الحول على النصاب الكامل أخرجت الزكاة. والنصاب الآن تقريبا 25,000 ومعها تقريبا 26 إلا تقريبا الآن، إذا بلغ هذه القيمة وإذا بلغ 25 من مدة، والآن مثلا هو واصل ل 30 فما فوق، فأنا واضح أنه يجب فيه الزكاة، لكن شرط تحددي يعني النصاب كم، وفي الوقت الذي بلغ النصاب في أي وقت هو، مثلا تحددي هل في شهر محرم الماضي وإلا قبل ذي الحجة وإلا في رمضان وإلا قبل رمضان، فتحددي. المهم تبيني الوقت الذي بلغ النصاب، بلغ فيه هذا المال النصاب، فتحسبي بعد عام وتخرجي الزكاة، ما وجدته من المال في الحساب أخرجت عنه الزكاة، وهذا الواجب عليك إن شاء الله تعالى. الأخ سالم من البيضة ذكر مسألة اللواء ونشره للمقطع، فهذا نعم هذا من الظلل البين ولا يجوز بحال. الأخ محمد من صبراتة ذكر أيضا في مسألة زكاة قريب الأولى، موظف قال تقاعد جاءته قيمة تقريبا 40,000 دينار بعد التقاعد كتعتبر مستحقات إجازة وكذا، فهذا المبلغ إذا استلمه هو يعني ملك هذه القيمة الآن، ومجرد ما ملكها يحسب عليها الحول، يستقبل بها الحول، فإذا مر عليها الحول وهي في يده زكاها، لكن بمجرد استلامه لها لا يخرج زكاتها، يعني بمجرد نزول هذه القيمة لا يخرج زكاتها، وإنما الواجب عليه أن يستقبل بها حولا، فإذا بلغت واستمرت معه الحول فيخرج عنها الزكاة والله أعلم. قبل ذلك لا يجب عليه إلا أن يتصدق ويتطوع فلا بأس وله الأجر، وهذا واضح إن شاء الله تعالى. الأخ عبد السلام من مصراتة قال أصلي، قال أنا مقعد أصلي جالسا وأصلي على الفراش أو الإسفنج وأسجد عليه في بعض الأحيان، فما حكم الصلاة؟ هنا هذا الإسفنج هذا لا يصح السجود عليه أخي عبد السلام، لا يصح السجود عليه إذا لم تستطع يعني السجود، فلك أن تومي. السجود على هذا الفراش له سجود وله إيماء، بعد أنت قصد به السجود وفي الواقع هو لا هو ليس هو بسجود ولا هو بإيماء، لأنك أنت لم تنوي الإيماء، وإن الإيماء للسجود يعني، فأنت قعدت بين فهذا لا يحسب لك، وبالتالي لابد إذا كان لا تستطيع يعني السجود على الأرض فلك أن تومي إيماء، ويجزيك حتى أقل من ذلك، يعني حتى أقل من أن تضع الرأس والجبهة على الإسفنج وعلى الفراش مثلا، لأن هذا لا يلتصق بالأرض وإنما يحتاج إلى ضغط يعني ليلتصق بالأرض، لأنه ليس بمادة صلبة متصلة بالأرض، فهذا فيه فراغ وفيه هواء، فهذا يعني يعد حاجز بينك وبين الأرض لا يصح السجود عليه، فإذا اعتبرت هذا سجود لا يصح، لا تصح الصلاة، وإنما يعتبر هذا من باب الإيماء، وإذا اعتبرت إيماء فأنت تنوي الإيماء ويعني تشير بالجبهة والأنف إلى موضع السجود
فقط دون أن يلامس موضع السجود فتصح صلاتك إذا كان يعني لا تستطيع أن تصل إلى الأرض بسجودك، والله أعلم. إذن عندنا أيضا سؤال كان من الحلقة الماضية، سؤال يقول فيه صاحبه: صلاة ما حكم صلاة الإمام والمؤمنين أيضا إذا كان الإمام يجلس على ركبتيه منتصبا جاثيا، ظهر أن الإمام يعني يصلي بالمأمومين وهو لا يستطيع الجلوس على وركيه وعلى رجليه، وإنما ينتصب على يعني يرفع يديه ويجثو جثوا على 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 الركبتين فقط ويرفع يديه عن الأرض، ظهر صحة الصلاة مع الكراهة، بالتالي تزيه وتصح صلاته إن شاء الله، وإنما يعني الأولى تقديم غيره لتمام الكيفية، لأن كيفية الصلاة أن يعني الجلسة الكاملة أن يجلس على مقعدة وركيه ويتورك، فهذا هو الأولى والأكمل. والإقعاء مكروه، والإقعاء هو أن يجلس يعني بأليته على 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 يعني على على قولوا عقبيه، فإذا وهذا مكروه فبال هو يعني منتصب القامة، ولكنها تعد جلسة، وهل هي من الممنوع أو من المكروه فقط؟ لعل يعني هذه يعني تحتاج إلى نظر، فالأولى يعني غيره، إذا قدم غيره فهو الأولى، لكن مع صحة صلاة هذا الشخص يصلى بالناس الظاهر صحة الصلاة، والله أعلم. كان عندنا سؤال الأخ علي من بنغازي، ذكر أن له قال ساكن في شقة بروحة وأخوه توفي وأخته قال تطالبني بشقة وقد وصى لي بها والدي. هذه لعل الأخ علي تتصل يعني بالرقم المجاني 1413 توضح سؤالك أكثر. مسألة الوصية للوارث، لا تصح الوصية للوارث، فإذا وصى وصية فالوصية باطلة، يعني والدك لا يصح أن يوصي لك حسب لم تبين لسؤالك إلا من هذا الوجه. يعني إذا كان الأمر كذلك، إذا كانت وصية، لكن هي محتاج الأمر إلى بيان أكثر، هل هي وصية، هل هي هبة، هل الهبة تتمت وحيزت أو لم تتم أو كذا، فالأمر فيه تفصيل ويحتاج إلى يعني أكثر بيان، لعلك تتواصل معه يعني في برقم دار الإفتاء المجاني 1413 ليجيبك عنها المشايخ بإذن الله. عندنا أيضا مما سئلت عنه مسألة حكم استعمال العنبرة في الطعام مع أن لها تأثيرا على الدماغ والعقل، هذا مما ورد إلي يعني من الأسئلة. يعني الاستعمال هذه العنبرة أو استعمال جوزة الطيب معروفة عند فقهائنا والعلماء بجوزة الطيب أو الجوزاء، هي في استعمالها في الطعام إذا بدرجة إذا كان يترتب عليه تغييب للعقل أو تأثير فيه وإفساد له، فهذه يعني تعتبر محرمة ولا تجوز، لأن كالمخدر ونحوها وكل ما أثر في العقل فهو محرم، لكن إذا كانت هي تستعمل يعني لدرجات يعني بشيء قليل جدا ويسير كنكهة وكشيء من يعني كجزء من أو كنوع من أنواع البهارات، وهذا هو ظاهر استعمال الناس لها، فهذا جائز لا بأس به. فإذا استعمالها إذا كان على وجه البهار وعلى وجه يعني الوجه اليسير جدا، فبحيث لا والقدر اليسير اللي هو لا يؤثر في الدماغ، لا يؤثر في العقل، لا يغيب عقلا، فهذه جائز إن شاء الله تعالى ولا حرج بها، مع أن هي الجوزة هذه أو العنبرة هي من النباتات، والنبات وكل نبات عندنا هو طاهر، والأصل فيه الحلية، ما لم يؤثر على العقل فالدرجة المؤثرة على العقل محرمة، هي أيضا ليست مسكرة، لأن المسكر على غير هذا الشكل، لأن الإسكار هو فيه ما فيه نشوة وطرب وكذا كما ذكره العلماء، فبالتالي هذا لا تعد مسكرة، وإنما هي مفسدة للعقل، وما أفسد العقل فلا يحل ويحرم، وإذا استعمل الإنسان جزء يسير منها بحيث لا يفسد العقل عادة فهذا لا بأس به ولا حرج إن شاء الله تعالى.
بهذا أيها الإخوة المشاهدون نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة هذه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شورى فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا.